فوي فوي معناها بالاسباني يعني انا قادم او انا داخل عليك بالبلدي كده انا جاي لك. ودي بيقولها اللعيبه وهما بيلعبوا في كره القدم للمكفوفين لان هما بيبقوا حاطين عصبه على عينهم. فاللي معاه كوره وداخل يهاجم والمدافع اللي هيستقبل المهاجم بالكوره دي من الرولز انه بيقولوا فوي فوي علشان بصوت عالي عشان المدافع يسمع انه المهاجم داخل عليه فيبداوا ياخدوا حذرهم وهما بيشتبكوا مع بعض علشان ما يحصلش اصطدام قوي يعني لانه بيحصل. بعمل شخصيه حسن السيد. حسن صاحبنا دوت نموذج بني ادم زيه وزي ناس كتير جدا عندها طموحات واحلام في الحياه. ات سام بوينت لما الدنيا بتقفل ببانها في وشه وبيطلع له ناس كتير بتعطله وبتوقفه يعني فبيقلب الترابيزه بقى بيقول عليا وعلى اعدائي وبياخد قرار مصيري جدا. هو شايف من وجهه نظره ان هو ده اسرع حل هيساعده على تحقيق حلمه واهدافه لانه استنفذ كل الطرق المتاحه والمباحه بالنسبه لحسن فقلب الترابيزه. اولا الشغل مع عمر هلال كمخرج. عمر مخرج مختلف انا اشتغلت معاه واشتغلت مع ناس طبعا افاضل واساتذه كبير كبار قبليه. عمر مختلف الباك جراوند اللي هو جاي منها شايننج قوي. عمر مخرج اعلانات كبير جدا 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 بيخرج اعلانات بقاله 25 سنه وعنده المنتاليتي بتاعته فيها دراما كتير وده اللي حمسني جدا. تكنيكه هايل في الشغل بيشتغل على الورق بطريقه مش طبيعيه كانه بيشتغل دراما بقاله 30 سنه مش اعلانات. فكانت التجربه بالنسبه لي زي ما هي مختلفه زي ما هي ممتعه جدا 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 وبشكره من كل قلبي انه تحمل مواقف صعبه جدا 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 علشان الفيلم ده وده حلم عمر على فكره. الفيلم ده عمر كاتبه من زمان انه طلع للنور الحمد لله اخيرا يعني. بصور حاليا بطن الحوت قرب يخلص ان شاء الله ومسلسل رمضان اللي جاي ان شاء الله باذن الله ربنا يكرم.